لاحظنا ان المشروع في شقه الجزائري راه ما يناهز 99%، بالنسبه للشق الموريتاني راه يفوق 97%، يعني اننا ماشي في استلامه. اليوم حددنا ان شاء الله تاريخ نهايه اكتوبر مع المقاوله حسب التزام المقاوله اللي كي نستلم المشروع في نهايه اكتوبر. يبقى بعد ذلك عمليه تجارب لمختلف الشبكات، الماء، الكهرباء، الغاز، اللي كلها أخذت في عين الاعتبار الحمد لله.